ركله ركنيه اهلاويه من ناحيه الشمال بتتلعب على طول عرضيه داخل منطقه جوه الجول جوه الجول. ادي بقى علي نادر، علي نادر في هذه اللحظات بيسجل مشاهدينا الاعزاء، وناس تدخل قلبك من غير اي استئذان، حريفه بتلعب وتجيب اجوان، هدف التعادل في مباراه اليوم. وادي العرضيه الحلوه، وادي بقى علي يعني نادر طالع ولعبه راسيه جميله وهدف التعادل في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيسجل هدف التعادل.